هو الاجتماع السابع للرابطة، نأمل أن يستمر ويتحقق بدعمكم بمشاركتكم وكذلك دعم الرعاة لهذا البرنامج. تحرص جامعة أبوظبي ورابطة الخريجين باللقاء بالأساتذة والطلاب الخريجين والشركاء الجامعة في لقاء سنوي للتعارف، لتبادل الخبرة، وفي نفس الوقت لتكريم بعضنا البعض فيما إنجازاته خلال الفترة الماضية، وطرح أفكار ومبادرات تدعم الطالب وتدعم المناهج التعليمية وتدعم المجتمع، لأن نحن جزء منه، كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي، ونستفيد من هذا التواصل وهذا اللقاء من خلال التعارف والتواصل وتطوير العلاقات مع بعضنا البعض لمصلحة المهنة اللي نحن فيها أو المصلحة الإنسانية أو الشخصية. هدفنا في هذا العام ضمن توجيهات القيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آنها يا رئيس الدولة حفظه الله، بأن عام 2017 بيكون عام الخير، فاليوم نحن تحت مظلة عام الخير، وشعارنا اليوم جامعة أبوظبي وخريجيها يصنعون الأمل والسعادة، فهدفنا اليوم كان تجميع أكبر قدر ممكن من التبرعات لمساعدة الطلبة المتخرجين ومساعدة الطلبة اللي يدرسون عندنا المتعففين، أساس أن يستكملون دراستهم الجامعية في جامعة أبوظبي.